لما يكون الاتنين اصلا لازم يبقى في تراضي بينهم، يتراضوا ويتكلموا ويتفهموا، والدين اهم حاجه الدين، لان ده ليه حق ان يشوف عياله وهي ليها حق ان تشوف عيالها، لا هو يظلم عياله ولا هي تظلمها، ويعني يرحموهم شويه، لان كل ده في الاخر بنصب على الاولاد. يعني احيانا الام بتركب دماغها والاب بيركب دماغه على حساب الاطفال، فالاطفال دول ذنبهم ايه؟ هو القانون ده هيبقى قانون ودي، وطبعا القانون الماده القانونيه ما فيهاش حاجه اسمها ودي، فالقانون الودي اللي هو بيبقى بين الزوجين. هو عموما كده حرام من ناحيتين، اللي يمنع العيال يشوفوا امهم، يمنع الاب يشوف عياله، ده حاجه اساسا غلط وحاجه ما تنفعش. لا الام تحتكر الطفل لذاتها لوحدها، ولا الاب، لان في الاخر هو اللي بيبقى متضرر هو الطفل. يبقى في تعاون ما بين الزوجين او الاثنين المطلقين، بدل ما يلجأوا للمحاكم والكلام ده كله، يبقى في تعاون بينهم ما بين بعض على اساس ان هم يعرفوا يشوفوا اولادهم بطريقه صح. يعني المفروض يبقى كل اسبوع مثلا الام تتنزل عن عيالها مثلا يوم واحد، ان هي تنزلهم له مثلا تحت لو هي مش عايزاه يطلع فوق ليها، تنزلهم له ياخدهم طول اليوم يفسحهم ويخرجهم، وبعدين ايه يجيبهم لها تاني. لو في حته ثقه منه هو يشوف ولاده. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدين نهاية الأسبوع، وزي ما قلنا في بداية حلقتنا أننا هنتكلم النهاردة في ملف مهم جدا بيتعلق بقانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة. يمكن احنا كنا في برنامجنا ناقشنا الكلام ده كتير قبل كده، ناقشنا مشاكل طلاق ومشاكل رؤية ونفقة واستضافة أو استحاب أو أيا كان مسميها يعني وغيرها، وكنا دايما بنقول أن الحل في التوازن، الحل زي ما قالت السيدة الجميلة كانت بتتكلم في الثقة، في قانون متوازن يراعي كل الأطراف، يراعي مصلحة الطفل ويغلب مصلحة الأطفال على الطرفين. أنا ما عنديش شك أن أنتوا كلكم عايزين ولادكم يتربوا في مناخ صحي، ما عنديش شك أن دي ده الواقع اللي أنتوا عايشين عليه، حتى ولو حصل بينا أبغض الحلال وهو الطلاق. طيب ده هيحصل إزاي وإحنا يعني عندنا عقد، عندنا كلاكيع قانونية، عندنا كلاكيع نفسية ومجتمعية، عندنا حاجات كتيرة جدا بتضايقنا وبتحول دون أن يحدث هذا الاستقرار بعد الانفصال. يا بنات ويا شباب، إحنا الانفصال مش نهاية العالم، مش ممكن يبقى نتيجة لهذا التخبط وهذا الانفصال يبقى عندنا معسكرين متنحرين كانوا في يوم من الأيام عايشين في بيت واحد، عندنا يعني نصهم رايح القانون عشان يعني يكيد التاني، والنص التاني بيستقبل ده، بقينا جبهتين، بقينا جبهة متمردة ضد القوانين، وبقينا جبهة تانية سيدات برضو عندهم مشاكل كتير وقلبهم موجوع، وفي هنا كويس وفي هنا وحش وفي هنا وحش وفي هنا كويس. الموضوع بقينا جبهات لناس كانوا في يوم من الأيام في بينهم عشرة، والمفروض ان كان في بينهم مودة ورحمة. طيب انا عندي جروبس كتير جدا على فكرة، يمكن على الواتساب وعلى الفيسبوك من الناحيتين، وحرب شرسة جدا. احنا مش متخيلين قد ايه الموضوع فظيع وظالم وظالم للعيال. انا ماليش دعوه لا بطرف ولا بطرف. عامه خلونا نناقش الموضوع. احنا يمكن ثلاث اسابيع كنا بنناقش الموضوع من الجبهه الثانيه، ومعلش بقى انا هسميها الجبهات لغايه ما نحل الازمه دي. كان عندنا امهات كانوا عندهم معاناه من اباء اخذوا الولاد وما رجعهمش ثاني، مش عارفه يعني ما رجعهمش ثاني بقى عشان كيد مش عشان اي حاجه ثانيه. طيب هنشوف بقى الجانب الاخر. خلينا نرحب بضيوفنا دكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون. اهلا بك يا فندم. برحب ايضا بالسيد النائب محمد ابو حامد وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب. اهلا بسيادتك. اهلا وسهلا فندم بحضرتك. طيب دكتور محمد، حضرتك مقدم المشروع، مش دي بريف عن المشروع كده؟ تمام يا فندم. ده مشروع قانون اتقدم في 27 ابريل سنه 2017. اوكي. القانون ده بيطرح رؤيه جديده في قانون الاحوال الشخصيه وفكره الرعايه المشتركه اللي حضرتك اتكلمتي فيها. يمكن التحفظ البسيط على الموضوع، انا لا ارى ان انا امثل جانب بعينه، لكن انا امثل جانب لم يتم تمثيله في كل تعديلات القوانين اللي فاتوا، هو الطفل. لان احنا اذا استقرينا ان احنا عندنا حاله استحاله المعيشه ما بين زوجين، يبقى احنا كلنا كمجتمع
الطفل الوحيد هو اللي لازم يبقى له حد بيتكلم باسمه. دايما الناس بتتحدث عن فكرة ان احنا اذا استحالت العيشة يجب ان يكون بيننا وفاق وود ورحمة، لكن الواقع بيقول القانون هو قواعد عامة مجردة تنظم الحياة حالة استحالة التوافق. فلذلك القانون بيتطرق لأكثر من جزئية، بادي من فكرة الخطبة، تنظيم الخطبة، فكرة الخلع، تنظيم الخلع، تنظيم الطلاق، ثم النقاط الأشد التهابا هم ثلاث نقاط اللي هو بتنظمهم حاليا المادة 20 في القانون الحالي، وهي نقطة سن الحضانة، انتقال الحضانة والاستحاب. هي دي أكثر ثلاث نقاط التهابا في مشروع القانون. وبينظم في البند الرابع منه فكرة النفقات وتحصيل النفقات، دي في الشق الموضوعي. الشق الإجرائي بيسهل شويه من اجراءات التقاضي، الناس كلها بتعاني. انت بتتكلم في 9 مليون طفل شقاق من طلاق مباشر، 14 مليون من طلاق غير مباشر، 44% نسب طلاق. ده كلام بيشد كل النظام القضائي في مصر بالنسبه لقوانين الاسره، وتعداد القضايا بقى غير طبيعي. يعني في المتوسط من 8 ل 10 قضايا على مع كل حاله طلاق. ده كلام لا يستقيم ولا يستطيع اي نظام قضائي ان يتحمل مع تزايد حالات الطلاق. اضرب كل حاله طلاق في 8 9 قضايا، ده كلام لا يستقيم. فبننظم الشق الاجرائي بفكره الملف الواحد. ده يعني ايه في السريع الموضوع. طيب سياده النائب، ايه رايك في اللي بيحصل، خاصه وان الامهات على الجانب الاخر، خليني اقول لحضرتك اوصلك برضو وجهه نظرهم. يمكن تحدثت مع بعضهم قبل كام يوم لما عرفوا ان سيادتك هتكون موجود، وكان الرساله اللي كانوا حابين ان انا اوصلها لحضرتك تحديدا، هم في عندهم مخاوف، عندهم مخاوف انهم دلوقتي انا لو عملت ده، انا هي بتبقى مؤمنه تماما ان يعني الاب والام مهمين في حياه الطفل. طيب دلوقتي هو هياخد الولد مش هيرجعه، لانه هي في بعض الامهات بيقولوا لي لا، هم بيقولوا لنا كده باللسان، يعني بيقولوا لنا، بيقول لي باللسان لا انا هاخد الطفل مش هرجعه. ف ما ينفعش يجي حد دلوقتي يقول لي انا هاخد ابنك مش هرجعه حتى لو ابوه، انا هموت، ما ينفعش. طب انا انظمها ازاي يا فندم؟ يعني هم مش يعني انا عايزه الغي هذا التناحر. طب يعني لو حضرتك تأذني لي انه يعني فكره انه ان الموضوع يناقش في اطار جبهات، انا وجهه نظري ان ده شيء مش يعني سلبي للغايه، لانه هيحول الامر من فكره البحث عن نص قانوني وتشريعي متوازن يضمن الحقوق لفكره يعني الانحياز لأي من الأطراف صاحبة المصالح داخل القانون. أنا وجهة نظري أنه القانون الأحوال الشخصية زيه زي قوانين كتيرة جدا موجودة في مصر، مر على إصداره سنوات طويلة تقترب من قرب 100 سنة. خلال 100 سنة دول حصلت بعض تعديلات وتغييرات في القانون، لكن من وجهة نظري أنا هو لم يخضع لإعادة تقييم موضوعي يعني يتم بشكل حقيقي وكامل، بحيث انه ينظر هو بقى مناسب لظروف المجتمع وطبيعه المشاكل الموجوده فيه، هو المشاكل اللي ظهرت مع التطبيق محتاجه انه يجرى تعديلات ولا لا. ده خلال ال 100 سنه ما حصلش بالشكل الموضوعي المطلوب يعني. فترتب على كده انه القانون ما بقاش مناسب ولا صالح لكافة أطراف العلاقة. يعني أنا برضو لما بتكلم عن صياغة القانون، مع احترامي الكامل للأولاد والأطفال، لكن هم مش هم الطرف الوحيد. هم مهمين ولازم تراعى مصالحهم 100%، لكن كمان في أم يجب تراعى مصالحها، وفي أب يجب تراعى مصالحه، وفي أطراف أخرى، الجد والجدة وأقارب هذه الأسرة اللي هم من حقهم ان هم يبقى، حتى لو الطرفين شافوا انه. طب ليه انا دلوقتي لما بتتم المناقشه بشوف ان يعني لما بسمع الكلام ده يقول لك لا، يعني ليه دايما في الخلاف ده؟ يعني ليه ما بيبقاش في حوار ما بين الجانبين دول اللي كانوا في يوم من الايام بينهم وبين بعض عشره، علشان يقدروا يوصلوا. طب انا هراعي مصالح الام ازاي وهراعي مصالح الاب ازاي؟ أقول لحضرتك صراحة يعني حتى احنا في مجلس النواب اللي غالبا كان بيجي يتكلم معانا كنواب، سواء احنا في لجنة التضامن أو سيادة النائب محمد يعني المجموعة اللي باين ان هي مهتمة بقانون الأحوال الشخصية داخل المجلس، أنا آسف ان أنا أقول انها أسوأ تجارب موجود. يعني 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 أنا أتكلم معايا من مجموعات الآباء عدد مش قليل، ومنهم ناس يعني أنا اتكلمت معاهم بعمق، ومنهم ناس حتى أصدقائي، واظن ان معظمنا في عائلاتنا في حالات كده.
برضو في نفس الوقت اتكلم معايا عدد من الأمهات والتجمعات اللي بتعبر عن مصالح الأمهات، وفي الحقيقة يعني الطرفين عندهم تجارب من أسوأ ما تكون، سواء الأمهات سواء الأمهات أو الأباء. وبالتالي لما بيجوا ينقلوا لنا وجهة نظر سواء الأباء أو الأمهات، هم بينقلوا وجهة نظر مبنية على تجربة من أصعب وأسوأ ما تكون، بتحكي بأوجاعها هي. وبالتالي لما بنيجي نتكلم يعني خارج إطار التجربة الذاتية، سواء لكل أم عندها تجربة قاسية أو لكل أب عنده تجربة قاسية، ما بيبقاش ده سهل. أنا وجهة نظري، وإحنا في لجنة التضامن وإحنا بنحط جدول الأعمال، لما حطينا أن لازم هنبتدي حوار مجتمعي خلال دور الانعقاد ده، أنه إحنا لازم نسمع كل الأطراف طبعًا. بس في نفس الوقت لازم نفرق ما بين التجارب العادية التقليدية اللي هي تمثل الغالبية العظمى من الحالات اللي حصل طلاق، واللي هم غالبا ما راحوش محاكم، وغالبا يعني ما أظن أنه مش عدد لا ما أنا عندي ناس راحوا محاكم، وعندي ناس تانية الدنيا ماشية عادي ودي جدا، فبتسأل الله طب هي بتسيب الولاد ازاي، طب هو بيسيب لها الولاد كذا، تقول له هم ما راحوش محكمة أصلا يا جماعة، هم لسه يعني هم ما وصلوش لمرحلة المحكمة. أنا عايز احل النقطه الخلاف اللي جوه المحكمه، مش يعني ما هو دي خلافات كتيره برضه. ما هو بس اللي انا بقوله ايه بقى، اذا احنا بنتكلم عن نسبه طلاق كبيره جدا، وارقام من الاسر اللي حصل فيها طلاق ما هياش قليله، لما هنيجي نبص على الموضوع مش هينفع بس ناخد وجهه النظر للنسبه اللي موجوده داخل المحاكم، لان هو القانون من وجهه نظري انا مفروض ان هو يتعامل مع الوضع الطبيعي، ثم يوضع فيه مواد لمواجهة الحالات اللي فيها بقى ظلم من أب الأم أو ظلم من أم الأب. لكن الطبيعي أنه الحوار المجتمعي بيرصد بشكل متجرد بعيدا عن التجارب الشخصية، صحيح، القضية والموضوع وأبعاده، وبعدين بيحصل حوار مشترك ما بين متخصصين من تخصصات مختلفة، مع طبعا أصحاب المصلحة المباشرين سواء من الأمهات أو من الآباء، عشان في الآخر يطلع شيء متوازن بيعبر عن الغالبية العظمى، ومحطوط جوه منه مواد تواجه الحالات اللي فيها التجارب القاسية أو التجارب السلبية، سواء من ناحية الآباء للأمهات أو من ناحية الأمهات للآباء. أعرف بقى كيف تمت مراعاة الجانبين من يعني وضع القانون، حضرتك كمقدم هذا المشروع، صحيح، أراعي الأم إزاي وراعي الأب إزاي؟ طيب يعني دلوقتي طبعا حصل، عشان كان برضو نفس السياق اللي اتكلم فيه معالي النائب محمد أبو حامد، إحنا بالفعل قمنا بأكتر من 25 حوار مجتمعي في كل المحافظات. أوكي. وخلينا متفقين على شيء، القانون بينقسم إلى جزئين، في حاجة اسمها الشق الإجرائي والشق الموضوعي. الشق الإجرائي له علاقة بالإجراءات والتقاضي وكده، اسمع المتضررين في الموضوع ده كويس جدا، لان هو تمام. اكتر واحد تعرض للقضايا وعارف اصل القضايا بتتاخر، اصل بيحصل ما اعرفش ايه، اصل بيحصل تحايل، ده بيهمني جدا. لكن اللي مهم جدا في الشق الموضوعي اللي هي الامور اللي يجب ان نلجا فيها المتخصصين، يعني بالذات مواضيع مثلا بتاعه سن الحضانه، مواضيع بتاعه الاستحاب، الرؤيه، الامور دي عايزه راي متخصص، عايزه اسمع الراي النفسي، عايز اسمع الراي الديني في انتوا راعيتوا ده في القانون. طبعا ده انا بسمع في عندي امهات يا فندم بتسمع كلمه الاستضافه دي بيجي لها بانيك. طب وانا همنع ده عنها ازاي؟ يعني انا ازاي هخليها ما يحصل لهاش هذا الهلع؟ القانون الحالي لا ينظم هذا الموضوع. اولا لا يوجد نص بينظم فكره الاستضافه ديت خالص في القانون الحالي. الخوف اللي دايما او دايما اللي ما يساق على فكره الاستضافه او الاستحاب، خلينا اول نقول حاجه، مصر هي الدوله الوحيده التي تطبق ذلك. يعني بس انا برضو لازم حضرتك بتتكلم ان في دول كتير عامله اللي هو اسمه ده، كل الدول كاستدي، كل الدول شيرد كاستدي. كل الدول عندها شيرد كاستدي وشيرد بارنتنج، كل الدول عندها المبدا ده. مصر هي الدوله الوحيده التي تطبق فكره الرؤيه يوم الجمعه، نهار الجمعه بس مش اي يوم تاني، الجمعه 3 ساعات من الساعه 2 للساعه 5. ده نظام جبلية القرود، ده نظام لا يستقيم مع لا الصحه النفسيه للطفل، ولا يستقيم معاه صله الرحم بالنسبه للعائله. ايه اللي بيشوف طفل 3 ساعات ده؟ او وخلي بال حضرتك الكلام ده ينفع الاب والام، لان الام في القانون الحالي اذا تزوجت ولم تكن امها مثلا على قيد الحياه تسقط عن الحضانه، ممكن تنتقل الى الاب. طيب. وتصبح الام هي اللي عايزه كده. الورقه اهي قدامنا، دي اللي ده جدول مقارنه، ده جدول المقارنه ما بيننا وما بين الدول الاخرى. طب احنا عندنا هنا الامارات
الامارات. في عمان اصطحبوا الزياره الام والاب 7 سنين للذكر والانثى حتى البلوغ. تونس الام والاب 18 سنه. الجزائر اصطحبوا الزياره الام والاب. المغرب الام والاب 18 سنه للاثنين للولد والبنت. العراق. لبنان كمان ام واب 12 سنه و7 سنين. وفي المانيا بقى وامريكا دول اللي هم يعني في اخر هذا الجدول. ده جدول المقارنه. اخر حاجه مصر رؤيه مكتوب عليها رؤيه 3 ساعات. طيب انا هاخد تليفون بعد اذنكم اعرف بس يعني راي الناس. معايا احمد من الجيزه. الو الو صباح الخير. صباح النور يا فندم اتفضل. بص يا فندم انا مش هدخل في الجدل في قصه القانون خالص، ولكن اقول لحضرتك ان فريق بيدور على مكتسبات، الازهر بيتكلم بيقول لا تراجع في مكتسبات، وناس بتحارب على شقه وعلى نفقه بعد الطلاق من واحد هي اتطلقت منه، وواحد تاني بيقول انا عايز اربي ولادي. نحط قدامنا كده صوره البرلمان، النائب محمد فؤاد بيتقطع هدومه جوه البرلمان. هو ودكتور العليمي دكتور محمد ابو حامد يعني لجنه التضامن اللجنه الدينيه بيطالبوا بدراسه القانون، وفي ناس تانية ضد هذا الكلام. رئيس الجمهوريه بيقول في مشكله، مين اللي موقف الدنيا؟ انا عايز اعرف ليه في البرلمان حتى الان لم يتم دراسه الموضوع؟ ايه اللي معطل؟ يعني انا لو في نائب بيطلب دراسه موضوع ورئيس الجمهوريه بيقول نفس الكلام، في حد واقف ضد الدوله؟ يعني طيب استاذ احمد انا هتفق مع سيادتك في نقطه ان جمله ان انت عاوز تربي ولادك او ترعى اولادك. حضرتك قلت لي حاجه كده بس مش فاهمها شويه. انت بتقول دلوقتي ان انت واحده بتطالب بنفقه من واحد هي اتطلقت منه. طيب ماشي، هي اتطلقت منه بس النفقه حقها مش كده يا فندم؟ لا مش حقها، هو حق الاطفال. مش حقها ازاي؟ نرجع، لا ده حق الطفل مش حقها هي اتطلقت. انا مش المفروض ان انا اصرف على واحده اتطلقت مني، انا اصرف على اولادي. ليه هي مفيش نفقه مطلقه لحد ما هي تتجوز؟ استاذ احمد لو سمحت جاوب على سؤالي بس، هي مفيش نفقه مطلقه لحد ما هي تتجوز؟ لا طبعا. لا طبعا ازاي؟ مفيش حاجه اسمها نفقه مطلقه، هي واحده اتطلقت انا ما بتاخد نفقه عده ونفقه متعه والموضوع. طب حضرتك يعني هل هو بينتقم منها عشان هي اتطلقت؟ مش بينتقم، مفيش في القانون كده ولا في الشرع كده، هو مفيش اصلا حتى في القانون الحالي. انا طب المطلوب ايه دلوقتي؟ انا ده مش ده اللي انا سامعاه من الدكتور محمد. لا لا لا، هو بص يا فندم القانون الحالي بيديني ان بيدي الطفل نفقه، تمام؟ الام بتخلي معاها الطفل ومعاها النفقه ومعاها الشقه ومعاها الولاد وانا في الشارع، وبعدين نتكلم نقول ان الرجاله بتدور على مكتسبات. هو مين فينا اللي واخد مكتسب؟ انا طلعت ملط، انا اسف يعني في اللفظ، بس هي ما تقالش غير كده، انا طلعت من غير هدومي وهي معاها كل حاجه. طيب وفي الاخر بنقول ان الرجاله بتحارب عشان تاخد مكتسبات، اين مكتسبات الطفل؟ مش هقول الراجل، انا مش عايز طيب حاجه والله. تمام يا استاذ احمد انا بشكرك، هاخد بس تليفون محمد وتعقيب بقى من يعني من ضيوفي لو سمحتوا. يا محمد الو. صباح النور يا فندم. صباح الفل يا فندم. انا بس يعني الموضوع ان انا شايف ان احنا لازم ناخده ابعاد ثانيه خالص. اولا الموضوع بقى فعلا امن قومي. تمام متفقه معاك. الموضوع مش موضوع سهل جدا، الموضوع ان انا عشان اهدي دوله هدي اسره، هدي دوله اسره ازاي؟ ادي للمراه مش عايز اقول اكتر من حقها. لا احنا كرجاله ضايعين حرفيا، البيوت بتتهد والاولاد بتتشرط والراجل بيتكلم على كلام كله ولغايه دلوقتي القوانين متعطله، احنا مش شايفين في ايه. طيب قولي لي مصلحه مين ده؟ الساده النواب اللي قدامك كتر خيرهم بيتعبوا كتير جدا بيعملوا بقى الحاجتين كتير. دول ماشي يا محمد، الحاجتين دول اللي سياده النائب محمد ابو حامد اتكلم من فيهم من شويه، الحالتين اللي احنا سامعينهم دلوقتي واضح ان هم عندهم مشكله والم بداخلهم شخصي جدا، فيقول لك احنا، ما هي الكلمه دي بقى اللي حولت الموضوع للجبهات سياده النائب اللي قلت حضرتك عليه. يقول لك احنا ضايعين، في رجاله متبهدله وفي ستات يا فندم متبهدله جدا كمان، في رجاله بيعانوا معاناه شديده جدا عشان بيشوفوش الولاد، وفي ستات تانية برضو ما بيشوفوش ولادهم او حصل او اتطردوا او يعني ايا كان. انا ما اقدرش اعمم اقول ان الرجاله كلها وحشه او الستات كلها حلوه او العكس. يعني بالتاكيد هو 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 يعني لو انا هطلع بنتيجه عمليه من المكالمات ومن المناقشات اللي تمت حوالين القانون هو حتمية المبادرة ببداية المناقشة. ما هو الفكرة انه احنا عندنا اطراف موجوعة وعندها تجارب سلبية زي ما حضرتك قلتي من الطرفين من الرجالة ومن السيدات، وفي نفس الوقت في محاولات داخل البرلمان
لدراسة القانون وتعديله بعد الدراسة والمناقشة المستفيضة والسماع لكافة الأطراف، ثم الأمر لم يبدأ بعد. يعني أنا متهيألي أنه يعني أكتر شيء عملي إحنا هنطلع بيه من المناقشات دي إن إحنا نبتدي المناقشة، إن إحنا عندنا مقترحين داخل مجلس الأستاذ النواب. الأستاذ اللي كان بيتكلم من شوية كان بيقول مين اللي معطل؟ يعني في الحقيقة في أدوار الانعقاد اللي فاتت كان في كلام عن سواء القانون ده أو قانون الإيجارات كمان، لأن برضه حوالين منه كلام كتير إنه دي قوانين محتاج التجهيز للحوار المجتمعي فيها، يعني تؤدى ويعني تتعمل بشكل فيه طمأنينة يعني إنجاز التعبير. لكن في الحقيقة الموضوع زاد، يعني زاد عن حده. السيادة النائب بيقول ان القانون متقدم فعليا من 2017 أوكي. واظن في مقترح تاني داخل البرلمان لاحدى النائبات، وسمعنا انه الازهر بيحاول يحط افكار، سمعنا برضو ان الحكومة بتحاول تحط افكار، لكن في الاخر عايزين نبتدي. يعني انا برضو لما بقول عايزين نبتدي مش معناها الانحياز لاي مقترح من المقترحات، هو معناها انه ايه بالزبط. يلا يا اخوانا لو سمحتوا نقعد نناقش. انا يهمني ان احنا نركز على النقطه ان احنا لا ننحاز لاي طرف على الجانب الاخر. انا في النهايه عايزه شكل المجتمع يكون متحضر وصحي. احنا عايزين نناقش الموضوع بعيدا عن فكره الخناقه والصراع الخناقه موجوده، لان أنا في الاخر يعني بالتاكيد البرلمان بكافه النواب اللي داخل البرلمان هدفهم وغرضهم الاساسي هو المصلحه العامه، واحنا بنسمع من كل الاطراف عشان نوصل هي ايه المصلحه العامه. تمام. التعامل مع الموضوع بمنطق بقى، ان في مكتسبات لطرف دون طرف، انا وجهه نظري ده شيء يعني ما هوش ايجابي لانه هيحول الموضوع لفكره برضو ان بدل ما يبقى اللي بيسمعني بيسمع عشان يدور على المصلحه، هيبقى بيسمع وفاكر ان انا بقول له تنازل عن شيء انت اكتسبته قبل كده. فطبعا بالتاكيد احنا مش عايز اسمع الكلام ده. يعني طب اسمع تعقيب بس، اتفضل سياده النائب قبل ما اخد بقيه التليفونات. هو بس فعلا انا متفق تماما ان فكره التفكير جوه الصندوق ده هو اللي هيدينا في داهيه، يعني ان انا ابتدي ادخل جوه الحوار معناها ان انا بقيت في ساحه اقتتال وكل طرف بيحاول يشدني لناحيته. فلازم نفكر بالفكر زي ما حضرتك تفضلتي مشكوره وعرضت فكره الدراسات المقارنه. نرجع ورا كده ونبص بهدوء العالم بيعمل ايه، اراء الطب النفسي ايه، اراء علوم الاجتماع ايه، ما هو الاصح بالنسبه للمصلحه العامه، ونبتدي نشتغل عليه. لو تشدينا لفكره الاكستريمز لكل واحد ياخدنا في مشكلته، هيبقى عايزنا نحل مشكلته. هنسمع يعني في يعني انا عجباني فكره جدا ان محمد ومحمد نتكلم على فكره ان الحوار المجتمعي نبدا بالمتخصصين، فنحط اسس نبتدي نشتغل عليها، ثم نشوف اذا كانت هذه الاسس تخدم. بعيدا بقى يا فندم عن الجروبس اللي هم دول يشتموا في دول ودول يشتموا في دول، واحنا في النص. ده شيء بجد يعني يوجع القلب ان هو يقول لك ده كذا ويعملوا كوميكس. يا جماعه العيال بتشوف الكلام ده، العيال بتشوف الحاجات دي، مش 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 عبط يعني، بيتفرجوا بيشوفوا الشتيمه وبيشوفوا الكلام وبيشوفوا التريقه سواء منكم او من يعني من الرجاله او من الستات. هاخد طيب احمد. الو، عشان مستني بقاله كتير. صباح النور. تحياتي ليك ولضيوفك. اهلا بيك يا فندم. اطول على حضرتك. اتفضل تحت امرك. انا الله يخليك. انا ليا بس ثلاث النائب، وهل الصوت مش واضح يا استاذ احمد؟ الصوت مش واضح. هي ثلاث اسئله. ثلاث اسئله اتفضل. لسياده النائب. ايوه. هل القانون الجديد يا فندم حدد في اليات الخلع، مش الخلع نفسه، الياته، هل ان هو هيبقى غيابي؟ وهل حطوا حد للنقطه دي؟ ويمكن حضرتك في حلقه سابقه عملت جبت ضيوف وعملت مداخله مع الدكتوره امنه نصير وقالت ما يجبش ان هو يكون غيابي لان ده فيه مخالفه للشرع. واحد. بالنسبه للولايه يا فندم والاب والوالي الشرعي والطبيعي والقانوني، بالنسبه للولايه التعليميه بارتقاص لحق الوالد او لحق الاب، هل يا فندم دي هيبقى محدده؟ وهل الام اللي بتاخد ولايه تعليميه عشان تكيل وتنكل بالاب عشان تروح تدخله مدرسه عشان طفل في ثالثه ابتدائي يدفع له 80,000 جنيه مصاريف دراسيه، هل دي هتبقى محدده؟ السؤال الثالث يا فندم، سن الحرام يا فندم، هل هيبقى في فرق بين سن الحضانه وسن الطفوله؟ لان في خلط كتير قوي في النقطه دي. سن الحضانه وسن التمييز حاجه، وسن الطفوله اللي بلس 18 ده حاجه ثانيه. اتمنى طيب ان القانون يكون محض الدول. حاضر. شكرا. طيب انا مش عارفه اصوات الستات فين؟ يعني انا لغايه دلوقتي بس ما جاليش غير رساله واحده بس من سيده. ما انا مش عارفه برضو انتوا رحتوا فين لغايه دلوقتي. يعني احنا عايزين يا جماعه الموضوع يبقى متوازن. عايز اسمع ده وده. هاخد محمد من الغربيه. يا استاذ صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. اهلا وسهلا. وصباح الخير على ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. اتكلم
الو ايوه سامعاك اتفضل. بقول لسعادتك بالنسبه للثلاث ساعات، الثلاث ساعات اللي هم الاستضافه اللي هم الرؤيه دي، دي حاجه كويسه جدا. ليه بقى؟ ليه بقى احسن من الاستضافه ومن الرعايه؟ ليه؟ قد يكون الاب او المطلق حالته ميسوره جدا، فاهماني؟ وعيشته هايله وجميله وبتاع، لو الولد راح او البنت راحت لابوها هتتعقد من عيشه مامتها، فمالهاش لازمه. يعني ممكن تروح تشوف ابوها ووضعه الجميل والبتاع والكلام ده، تقول اشمعنى انا قاعده هنا ومش قاعده هنا مثلا. وجهه نظر مختلفة. خلينا على الثلاث ساعات بتوع مصر دول ممتازين، حلو؟ تمام صح. انا موافق عليهم دول، مع ان لا وجهه نظر انا بسمعها، انا اول مره اسمعها بس وجهه النظر دي، فعشان كده استغربت. اتفضل. لا انا كنت ليها تجربه الحقيقه. ما انا بحب اسمع تجارب الناس. اتفضل يا فندم. اتفضل. في حاجة تانية؟ في حاجة تانية ممكن أقولها؟ أيوه أنت على الهوا اتفضل. بالنسبة للأم لازم تخلي أبوهم يشوفهم، حتى لو ما بيصرفش عليهم تخليه يشوفهم. صح. علشان تبقى ذكية وناصحة. الراجل لما هيشوف ولاده مرة واتنين هيحن لهم قوي وهيدفع لهم، لكن الجفاء ده هيخلي الراجل يزيد قسوة. لا هو ما بيدفعش، ماشي تعالى يا حبيبي برضه شوفهم ولادك والحكايه والروايه، تبقى ايه يعني تفهماني حضرتك، تبقى يعني تبقى ذكيه في الحته دي. الواحد لا يقدر يستغنى عن امه ولا يقدر يستغنى عن ابوه. ايوه، فهي حتى لو الراجل ما بيدفعش فلوس ويعني الراجل مش تمام تخليه يشوفهم برضه، لازم تحرجه. شكرا ليك يا استاذ محمد، اشكرك شكرا جزيلا، شكرا على وجهه نظر. كان عندك تعقيب دكتور على ده؟ هرد على ثلاث اسئله اللي هو سالهم. اول سؤال ساله على موضوع الخلع، بالفعل هو عنده حق. في القانون الحالي فكره الاول، عشان بس ندي بس فكره ساده المشاهدين، الطلاق مخالعه او الطلاق بالخلع بيمثل 70% من حالات الطلاق، مفيش طلاق للضرر كتير، 70% من حالات الطلاق الموجوده في مصر طلاق خلع. الله. ده بالنسبه للمحكوم الدولي. لا ده بس انا بتكلم على الاجراء نفسه يعني. فالخلع فيه هناك في اشكاليه بتكلم فيها العديد من القضاة، يمكن كان برضه في وضع القانون ده تعاملنا مع عديد من المستشارين، انا عايز اعرف تعديل اجرائي، انا بتكلم بقعد مع القاضي نفسه بقول له ايه رايك في الخلع. كثير جدا من القضاة بيتحدثوا ان قانون الخلع الحالي فيه اشكاليه، فكره الخلع الغيابي ده اشكاليه كبيره جدا جدا، لان في كثير جدا من الازواج بيعلموا اسمها اعلام اداري. ما هنا عشان كده بقول لسيادتك ده معناه ايه؟ ده اشكاليه. معناه ان عندك مشكله، ان عندك حالات خلع. حضرتك عندي ايه مشكله؟ 70% من الطلاق مش طلاق للضرر، طلاق للخلع. ده معناه ان انا بقول طلق ل 70% فهو ما بيرضاش يطلق، يعني 70% رجاله فباجي اقول له طلق فما بيرضاش يطلق فبروح اخلعه، مش هو معناه كده يا فندم ولا ايه؟ ما اقدرش اتكلم، انا بتكلم عن الجزء الاجرائي، ما اقدرش اقول ايه اللي حدث يعني، لكن انا بتكلم ان فكره الطلاق مخالعه بتمثل 70% من حالات الطلاق، وبنسبه 100% بتبقى غيابي، ودي فيها اشكاليه. الجزئيه الثانيه يمكن نتكلم على الولايه التعليميه. الولايه التعليميه لا ينظمها قانون الاحوال الشخصيه، لكن بينظمها قانون الطفل في الماده 54 قانون 126 سنه 2016، بتكلم ان تكون الولايه التعليميه للطرف الحاضن وعند الخلاف ما يحقق المصلحه الفضله للطفل. اوكي. فده اللي بيتكلم عليه. في القانون بنتكلم ان الولايه شرعيه، الولايه للاب، وعند الخلاف برضو بتقدر تستصدر امر من قاضي الامور الوقتيه لنقل الحضانه باثبات الضرر. الجزئيه الثالثه اللي كان بيتكلم فيها برضو اللي هي الجزئيه الخاصه بسن الحضانه، طبعا سن الحضانه وسن الطفوله امرين مختلفين تماما. سن الطفوله ده 18 سنه، ده موضوع يختلف خالص عن فكره سن الحضانه. يمكن سن الحضانه زي ما شفناه في دول العالم بيختلف، دول العالم اللي هي الاوروبيه وكده ما عندهمش حاجه اسمها سن الحضانه، بيجي عند الانتقال، القاضي بيشوف المصلحه الفضله. طيب. للطفل. تمام. انا هرجع تاني، بس في بقى عندي ماجي بتسال ست النائب رايك في زوجه بتاخد 150 جنيه والزوج بيتهرب من دفعهم، وبعدين الطفل دي مساله شخصيه. حاضر، يعني ست النائب هيرد عليها. وبعدين الطفل ازاي تنزعيه من امه وتديه لمرات ابوه؟ طيب دي نقطة تانية. وفي يا فندم كمان حاجات بقى زي، يعني هم دلوقتي بيسألوا حضرتك، أيوة تمام، القانون ده برضو عاتل ليه؟ يعني برضو إيه المشكلة؟ يعني على الجانب الستات بتتكلم في نقطة ورجالة بتتكلم في نقطة مختلفة تماما، هم بيسألوا ليه دي بتتعطل والستات بتقول لك لا ما هياخد. أنتوا عالجتوا نقطة خطف الأطفال إزاي؟ أنا يعني كلمة الخطف نفسها ناس كتير كانت بتتحفظ عليها، بس أنا يمكن من ثلاث أسابيع كان في عندي حالتين، الاثنين الأب واخد العيال، الأمهات ما تعرفش حاجة عن العيال يا فندم بالسنين. طيب يعني عالجتوا النقطة دي ازاي في القانون؟ خليني أقول حاجة، يعني احنا متفقين على الموضوعات اللي هتكون محل نقاش، تمام؟ لكن آليات معالجتها أنا ما زلت بأكد إنه ما زالت محل
دراسة ونقاش من خلال الحوار المجتمعي مع المتخصصين هنقدر نبلورها. سيادة النائب في مشروع القانون اللي تقدم به حط وجهة نظر درسها وشاف ان هي يعني ملائمة، وارد جدا في الحوار المجتمعي تقر وجهة النظر دي او تعدل او تتغير. تمام كده، اصل دي النقطة اللي مخوفة الستات. انا هقول اهو، احنا عندنا بالتأكيد الخلع الغيبي ده في اشكال، بس برضو عندنا اشكال تاني انه لو كان حتما حضوريا ممكن جدا الازواج تتعمد عدم الحضور بالظبط، هي معلقة فلما كده. فلما هنيجي نناقش الموضوع ده هيبقى لازم يحصل وجهة نظر متوازنة ما بين انه ما يبقاش الشيء يتفاجئ بيه الزوج ومرة واحدة يبقى المفروض انه هيطلع بره البيت شبه بيطرد يعني ماشي. بس في نفس الوقت ما يبقاش ده وسيلة ان هو يعني يقهر المرأة وما يرضاش يحضر، خاصة ان احنا عارفين انه جزء كبير من اشكاليات التطبيق القوانين في مصر ملوش علاقة بالنص كنص مكتوب، وإنما ليه علاقة بالإجراءات التقليدية والعرفية اللي موجودة داخل المحاكم واللي بتفتح مجال إن لو حد عايز يعذب حد مع الأسف يعني مش في القانون ده بس، في معظم القوانين هيقدر يعذبه من خلال لفة الإجراءات ودايرة الإجراءات يعني. فاللي عايز أقوله إيه؟ إن موضوع زي موضوع الإجراءات ده هيبقى إحنا في وجهة نظر بتقول إنه الخلع غيابيا في المشاكل الفلانية، بس كمان في وجهة نظر بتقول انه لو كان لازم حضوريا هيبقى فيه اذلال للمرأة. طيب ازاي بقى نوصل لصيغة تعالج الجانبين دول؟ في موضوع النفقات اللي حضرتك قلتي ان يعني الأستاذة ماجي بتقوله، احنا من ضمن الاشكاليات الكبيرة جدا اللي موجودة في القانون القديم هو قضية النفقة، وانه ترتيب عقوبات على عدم الالتزام بسداد النفقة ده شيء واجب، لكن برضو محتاج تأمل عميق، لأنه في بعض الأحيان بيستخدم موضوع النفقة ده بشكل مبالغ فيه برضو للضغط على الرجال يعني. فاحنا برضو هنبقى يعني زي ما حضرتك سمعاني كده، ده موضوع هيبقى محل نقاش، بس وإحنا بنسمع وجهتين النظر عشان نوصل لصيغة كويس تحقق المصلحة بتاعة الطرفين. برضو حضرتك قلتي حاجة تانية، لا احنا كنا بنتكلم ان هي حتى هي بيخطف الولد يوديه عند مرات ابوه ياخده من امه بيدفع 150 جنيه، هي كان بس كانت عايزة توصل لسيادة ما هو ده اللي موجود في القانون القديم اللي يجب تعديله، وانا اظن في مقترح سيادة النائب محمد في عقوبة ما انا عايز اعرف بقى دلوقتي عالجت النقطة دي ازاي يا دكتور محمد علشان دلوقتي انا اكون مطمئنة ان انا ادي لطليقي الولد الصبح ويمشي بالليل، الصبح ويجي الظهر ايا كان يعني، انا ما اعرفش انتوا حتى كان يجي تاني يوم المهم يجي يعني يجي تاني يوم يجي المهم يجي لي تاني ما يتاخدش مني. طب انا اضمن منين ايه يعني انت ضامن حق هنا؟ انا عايز اعرف انت ضامن لي حقي ازاي كمطلقه كلام مظبوط ومن غير مشاكل، ومش عايزه يعني اوصل لنقطه ايه هذا التناحر. كلام مظبوط. هو القانون الحالي لا يوجد فيه اي عقوبه واضحه ومباشره تقع على الاب او الام في حاله خطفهم الابناء اعمال مبدا عدم وجود نساء. قانون العقوبات حاليا في الماده 92 الماده 267 كل المواد الخاصه بتتكلم على خطف يتبعه ايذاء، فعشان كده فكره اثبات ان في اب او ام خطفت ابنها ده فكره صعبه جدا في ظل القانون الحالي. جميل. لاول مره بقى انا بنظمها من نسمع بقى يا جماعه دي عشان دي برضه بنظم القانون الاحوال الشخصيه. اولا عندما يكون الرؤيه عن طريق الاستضافه انت بتمضي انك انت في يعني تحت بند الاستضافة، فإذا لم يعود الصغير حركت ضدك دعوة سجن سنة، خدت حكم على طول، مش لسه هنثبت ونعمل، انت ماضي عليه خدته ما رجعش، انت لو وقفت في اقرب لجنة تتاخد على السجن على طول، اصبحت طريد العدالة. القانون الحالي ما تقدر، انت اصلا ما تقدرش تثبت خطف في القانون الحالي، ما تقدرش عشان كده هم خايفين. لكن القانون ده انا بحط مادة مجرمة، طالما سواء خلي بال حضرتك مرة اخرى فكرة الاستضافة لما النائبة سهير الحادي عملتها كانت عاملاها للست مش للراجل، لأن الست لما تتزوج وتكون غير حاضن بقت هي اللي محتاجة الاستضافة. الأمهات والأبهات بيستضيفوا، أنا بتكلم على الطرف غير الحاضن، يعني الفكرة مش فكرة إن دايما الحضانة مع الأم لا مش دايما الحضانة مع الأم، ما لو الأم تزوجت ده حقها،
القانون الحالي بيسقط عنها. لا 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 عشان كده بقى بتكلم معاك على الجانب النفسي ده. انا بسمع منهم على فكره زي ما بسمع من هنا برضو, يعني اقولها ايه, طيب ما هو من حقك ان انت تتزوجي مره ثانيه, تقول لك لا خلاص انا خلاص انا مش اتعقدت, فانا عايزه اعاده تاهيل لهؤلاء اللي اكبر واحده فيهم عندها 38 سنه مثلا. طب معقوله يعني, معقوله 24 سنه جايه تقول لي لا خلاص انا حياتي انتهت, 24 سنه بتقول لي حياتي انتهت, انتوا متخيلين عشان يعني, وانا يعني وموجوعة, انا عارفة ان هي موجوعة والجانب التاني برضو بيبقى في عنده مشاكل وهم صغيرين قوي على انه يقول كلمة حياتي انتهت. عندنا غياب لفكرة الفاميلي كونسلنج او الارشاد الاسري, ده مش موجود, لان عندنا فكرة مكتب التسوية عبارة عن جزء اجراءات نمضي على ورق, لكن مفيش فكرة التأهيل النفسي, ودي موجودة في مشروع القانون برضو. نتكلم على ان يكون هناك اخصائيين نفسيين الام بهذا الشكل حقها تعيش حياتها. يعني ايه حياتها انتهت ازاي؟ ما انتهتش طبعا, لكن عايزة تأهيل نفسي, عايزة ارشاد اسري, حد يتكلم ويشرح مثل هذه الامور. وده بنحاول نطبقه برضو, ان احنا ناخد نظرة حديثة أو نظرة عصرية على القانون. تمام. طيب مدام ماجي بقى بتقول إيه, أنا مش عارفة مدام ماجي ممكن حضرتك تبعتي لي المشكلة على بعضها, عشان حضرتك بتتكلمي على موضوع زوجة الأب. أنا مش فاهمة, هل حضرتك متعرضة لمشكلة إن الطفل عندك بيروح لزوجة الأب؟ لأن هي بتقول إزاي بتراعوا مصلحة الطفل وهو بيروح لزوجة الأب, هل ما مش كل الآباء بتتجوز, هل حضرتك عندك مشكلة معينة تحبي تعرضيها؟ هي بتقول نفسيه الطفل هتحطم لو عاش مع زوجه الاب, ما ينفعش يعيش, هو مش هيعيش عمره مع زوجه الاب, ما ينفعش. هو بس الفكره في حاجه يعني برضو عشان حضرتك نكون عادلين, يعني ما هو مش كل زوجه اب عندها يعني عدائيه ضد اولاد زوجها, ولا كل زوج ام عنده عدائيه ضد اولاد يعني مراته, يعني فيها معناه زي ما في حالات سلبيه جدا جدا ولازم القانون يراعي حمايه الطفل والاسره سواء او الطفل يعني والزوج او الزوجه منها, لكن كمان في حالات طبيعيه. فاللي انا عايز اقوله انه حصر التعديلات اللي خاصة بقانون الأحوال الشخصية فقط في القضايا الجدلية اللي محل نقاش طول الوقت, زي الاستضافة والرؤية, زي موضوع العناوين النفقة, القانون أكبر من كده بكتير. واللي حضراتكم كنت لسه بتقولوه من شوية فيما يخص التأهيل للزواج ومن قبل حتى ما تنشأ الأسرة وما شابه, دي كلها إجراءات لو إحنا لو خدنا بالنا يعني منها عشان أوصل يعني ده. بنقول انه الرئيس هو بيتكلم عن الاسره وعن ازاي انه لازم الدوله ترعى الاسره, بالتاكيد الكلام مش منصرف بس على هنعمل ايه لما يتطلقوا, اكيد لا, يعني اكيد في جزء تاني انه ازاي والله بيبقوا داخلين الجواز يعني يقول لك عشان لما اتطلق, يعني بص هم انا اصلا نفسيتهم داخلين الجوازه متحطمين جاهزين يعني. مش ممكن يعني, والله داخلين كارهين نفسهم وكارهين الحياه, ويقول لك انا اضمن حقي عشان لما اطلقها, وهي تقول لك اضمن حقي عشان لما اتطلق. عامة احنا لم ينتهي الحديث بعد في هذا الشأن, بس يعني للأسف الوقت انتهى, بس أكيد احنا هنعرف خلال الحلقات اللي جاية واللقاءات اللي جاية سواء مع حضراتكم أو مع الطرف الآخر, مين اللي مسؤول عن الكلام ده, مين المسؤول عن تعطيل صلاح الأسرة المصرية سواء بالقانون أو بالتأهيل المجتمعي والنفسي. يعني لو سمحت لنا ان احنا كلنا نوجه يعني نبقى كل ممكن نبقى كلنا طرف واحد لو سمحت للمجلس انه يعني اللي احنا بنسمعه ده وسواء بنسمعه على التليفون من اصحاب المشاكل او سمعناه دلوقتي, يحتم ان لازم المجلس يبتدي فورا في جلسات الحوار المجتمعي. وانا بناشد الثلاث لجان الاساسيه في الموضوع, اللجنه التشريعيه والدستوريه, لجنه التضامن اللي انا بثق فيها, مين اللي معطل؟ لا خلينا نخرج بره دائره مين معطل, لفكره انه لو سمحتوا مين اللي معطل يا دكتور, تحملوا لو سمحتوا تحملوا مسؤوليه اللي احنا بنسمعه ده. الثلاث لجان, اللجنه التشريعيه والتضامن واللجنه الدينيه, لابد ان يبادروا بان هم نبدا حوار مجتمعي فورا عشان تتعالج المشاكل دي. متفقه مع سيادتك, مين اللي معطل القانون؟ والله يا فندم رد عليا بس لو سمحت, ده اخر سؤال في الحلقه. اتفضل. يعني هو كان في 30/4 قبل نقاش الموازنه كنا المفروض نجري حوار مجتمعي. فجاه يعني بصيق حوار ان احنا في انتظار رد الازهر. فهو رد الازهر له فتره للرد, يعني هو المفروض يعني ببعت بيرد وخلاص, يعني هو كان له 15 يوم انه يرد فلم يأتي. فانا نفسي اللي بطرح السؤال, 30/4 كنا هنعمل حوار مجتمعي ورد الازهر كان لسه ما جاش, ليه دلوقتي وقفنا كل حاجه ومنتظرين رد الازهر؟ ده دي علامه استفهام كبيره.
طيب الازهر برضو في قصص كبيره جدا ما بين ما هو ظني وما هو قطعي. ده مناقشه بقى دي قصه ثانيه كده احنا واخدين دي قصه ثانيه لا طبعا يعني طيب احنا اكيد هنكمل هذه المناقشه في حلقات مقبله. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه وبشكر الناس اللي بعتالي على الفيسبوك او على الواتساب او وكمان الناس اللي كلمتنا النهارده في التليفون. هدفنا الوحيد هو ان الاسره حتى لو الاب وام انفصلوا هذا الطفل اللي ملوش اي ذنب لازم يتربى كويس حقه عليكم. يا اما ما نفكرش بقى ان احنا نحمل هذه المسؤوليه من الاول. الكلمه اللي بقولها لكم بقالي سنه اللي مش قد الحاجه ما يعملهاش. بشكركم شكرا جزيلا دكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون. شكرا يا فندم. بشكر سياده النائب محمد ابو حامد وكيل لجنه التضامن في مجلس النواب. شكرا لحضرتك. مشاهدي نهايه الاسبوع انتهت حلقتنا النهارده. القاكم كل خميس وجمعه من 9 ل 11:30 ونهايه الاسبوع فكونوا على موعد. سلام.